محمد رمضان طفل سوري لجأ مع أسرته من حلب إلى مدينة غازي عنتاب التركية قبل عامين هربا من الحرب الدائرة هناك. الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها عائلته أجبرته على ترك مقاعد الدراسة في المخيم والعمل في هذا المكان. علامات البراءة تبدو على وجهه وأنامله الملطخة بزيت مولدات الدراجات النارية التي بات إصلاحها مهنته قبل أن يبلغ عامه 13. جيت لهون لغازي عنتاب صار لنا سنتين هنا، وأنا لازم طفل أدرس، بس الظروف صعبة والأهل بده فلوس، وأنا لهيك عم بشتغل هنا ميكانيكي وعم بساعد الأهل. قصة محمد هي قصة الآلاف من الأطفال اللاجئين، أغلبهم فقدوا آباءهم خلال الحرب السورية فاضطروا لترك مقاعد الدراسة والعمل لتأمين متطلبات الحياة. تسعى الحكومتان التركية والسورية المؤقتة لإيجاد حلول لظاهرة عمالة الأطفال اللاجئين السوريين بشكل عام والأيتام منهم بشكل خاص. فقد أعلنت الحكومة التركية أنها ستفتتح قريباً مراكز إيواء للأطفال السوريين اللاجئين في تركيا، سيما الذين فقدوا معيلهم الرئيسي، حيث ستقدم هذه المراكز الإيواء والدراسة والدعم النفسي للأطفال، وذلك بالتعاون مع الحكومة السورية المؤقتة. بالتأكيد هذه خدمة تحاول أن تقدمها الحكومة التركية للأطفال السوريين، خصوصا أولئك الذين ليس لديهم معيل، وهؤلاء عددهم بالآلاف، أو هؤلاء أبناء الشهداء أو الأيتام الذين ليس لدى أسرتهم قدرة على الإنفاق عليهم، على شكل دور الأيتام ولكن على شكل مخيم رحب وواسع فيه كل أدوات المساعدة على تحسين أوضاعهم النفسية. ورغم توفير الحكومة التركية مخيمات عامة لإيواء اللاجئين السوريين، إلا أن الآلاف من اللاجئين الأطفال يفرون إلى مراكز المدن بحثاً عن العمل، وذلك بعد فقدانهم لأحد أبويهم أو كليهما معاً في الحرب الدائرة في سوريا. مهران عيسى، سكاي نيوز عربية، غازي عنتاب.